بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما غنمنا الصواريخ من جيش الأسدي الغاشم صواريخ حرارية بفضل الله، نحن كتيبة الدفاع الجوي التابعة للمجلس العسكري في حلب وريفة حاصرنا مطار منيغ، واليوم الحمد لله بفضل الله قدرنا أن نسقط طيارة مروحية بصواريخ اللي غنمناها بفضل الله من غنائم بشار الأسد. سقطنا المروحية وإن شاء الله نحن رح نستمر بفرض حظر جوي فوق مطار منيغ وبإذن الله حتى أسقطه في الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خالد الله إسماعيل ذابح الله على معلي خلق الله لا إله إلا الله فنف ما أحليه واستوت على الجود ما كان يقوله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر إنه الله أكبر الله أكبر وهدى والبشرى للمؤمنين الله أكبر الله أكبر إنك أنت السميع العليم ولم إن الله عزيز الحكيم.